هذه الآن مشاهدينا صور مباشرة تصلنا من مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية لما بعد حادث إطلاق نار على مسلمين يحتفلون بأول أيام عيد الفطر. الصور إذن تظهر آثار كما يبدو على هذا الشارع، آثار لإطلاق نار وعدد من ضباط الشرطة، شرطة الولاية ولاية بنسلفانيا، وهذه في مدينة فيلادلفيا. غير واضحة بعد التفاصيل في الواقع، تفاصيل ما جرى، هل هناك تم اعتقالات، هل هناك مشتبه بهم، تم إيقافهم، عدد الأشخاص المصابين، هذا كله غير واضح حتى الآن. ننتظر ربط الاتصال مع مراسلنا في واشنطن للوقوف على مزيد من التفاصيل بخصوص هذا الحادث الذي استهدف مسلمين يحتفلون بأول أيام عيد